ثمر هذا الورق تأخذ من الشجر نفس الشجر كل أسبوع مرة تأخذ جديد الورق. بعد ذلك طلعوا ميزان كم كيلو. بعد ذلك طلعوا هنا هذا واحد صندوق تقريبا كاملا 1500 كيلو 12 ساعة. كل صندوق في مروحة شكل تجو تحت الهواء كل ساعتين هذا الورق يقلب باليد تحت فوق. بعد 12 ساعة هنا 750 كيلو نصف الوزن روح مويا مع الهواء. على المرحلة الأولى تصنع الشاي أحمر تنشيف الورق. بعد ناشي بعد 12 ساعة بعد نصف الوزن ينزل هنا كل مرة 325 كيلو جرام تحت رولي مكينة تطحن الورق. أول ناشي بدل تحت 325 كيلو معنا هذا 20 صندوق ورق زي هذا. هذا 20 صندوق. هذا نفس الشيء. ينزل ورق من فوق 325 كيلو. هذا كل مكينة 20 دقيقة تحت تطحن. بعد 20 دقيقة صندوق كبيرة تلو تحت. أفضل تحت الباب ينزل على صندوق. بعد ذلك هذا كبير البركة مرة ثانية تلو هذا المكينة وتحون عينا صغير صغير ولكن هذا الصغير ورق كلها تلو هذا المكان تلا هنا ساعتين. هذا مكان التحمير. تحمير معنا طبيعية أوكسيديشن تعصيرة. خليك هنا ساعتين. بعد ساعتين الورق لونه أخضر تغير إلى أحمر تغير شاي ريحة تغير شاي طعام طبيعية حتى أي إلافات. هذا مرحلة رابعة تحمير طبيعية تأكسدة. بعد التحمير حطوا هنا في الداخل 21 دقيقة مع الحار مع النار. بعد 21 دقيقة تجي هنا بعد النار بعد الحار. هذا النار ما في غاز ما في فور في برا فرنس موجود. حطوا الحطب تجي هنا الهواء حار. حطوا الحطب ريحة كويس طعام كويس طبيعية. درجة الحرارة 200 فرنهايت أو 95 سلسيوس درجة الحرارة. بعد الحرارة هذا المكينة أول فرض المكينة شاي من الخشب. خشب منا قصن أود. هذا أود هذا. هذا المكينة شو؟ هذا المكينة يمسك كل خشب كل أود يطلع برا. هذا كل أود في مزرعة الشاي في سماد بني. هذا كل خشب في مزرعة الشاي في سماد بني. هذا كل سوا. وذلك هذا كل مكينة تصفية صغير كبير نائم مرة. وذلك كلها هذا المكينة لون مكينة جديد مكينة كل أنواع الشاي تطهير تنليف تفريز. مكينة نعرف لونه أسود. هذا الشاي ليس أسود برا. بدلي كلها تعلي كيسة كبيرة لتخطير. هذا تاي كرك إمارات. شاي كرك هذا كويت إمارات. أبيض. شاي أبيض هذا آخر الورق أو صغير ورق. هذا البس شاي أبيض. شاي أبيض نوعين شاي ذهبي شاي فضي شجرتين. هذا آخر ورق كل ثلاث يوم شيل هذا الورق في تجفيف الشمس. تجفيف الشمس كل أسبوعين تجفيف الشمس كل يوم ساعة صبح 9 إلى 10 واحد ساعة تجفيف الشمس. شاي أبيض شفاء الشاي شاي طبيعية شاي طاقة حق القلب كانسر زين بدون حليب
بدون السكر فايدة موجود. شكرا شكرا.